في مفاجأة لكل جمهورها، كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر أثناء حضورها الجمعة 16 أغسطس 2019 مسرحية الملك لير المعروضة على مسرح الماركي في كايرو فيستيفال سيتي. ظهرت جيهان بالحجاب في الصورة التي جمعتها بهبة مجدي، وشاركتها الأخيرة على موقع انستغرام معلقة: أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير، إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك. هنا هبة مجدي مع جيهان نصر، أحدث ظهور ليها امبارح. ونشرت الصور ديت النهاردة، وهنا مع بنات جيهان نصر. إيه رأيكم؟ بناتها أحلى ولا هي أحلى؟ طبعا كانوا بيقولوا عليها أميرة الجمال الطبيعي جيهان نصر. في مايو عام 1972 ولدت أميرة الجمال الطبيعي، وفتاة أحلام شباب التسعينيات وصاحبة الوجه الملائكي والابتسامة الساحرة، الفنانة جيهان نصر. كانت محبوبة جدا وما زالت. كانت تعشق في طفولتها الرسم والإمساك بالفرشاة وتجسيد بعض المناظر الطبيعية، وكانت تحلم أن تكون مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، وذهبت إلى مبنى التلفزيون لتعرض لوحاتها في برنامج أطفال. التقطتها أعين مساعد مخرج فأسند إليها بطولة برنامج للأطفال. شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، منها دور ميرفت أمين وهي طفلة في فيلم زوجة رجل مهم، وشاركت في فيلم خليل بعد التعديل في دور ابنة محمود عبد العزيز. هنا مع محمود عبد العزيز في أحد أعماله. ابتعدت عن الفن أثناء دراستها بالثانوية العامة إلى أن التحقت بكلية التربية قسم علم نفس واجتماع. اتجهت بعد ذلك للإعلانات وأصبحت نجمة إعلانات، وخطفتها كاميرات القطاع الخاص وحققت شهرة في الخليج في الوقت الذي كانت فيه مجهولة في بلدها مصر. هنا في إعلان مكرونة ريجينا عام 96، صور نادرة ليها في بدايتها. جاءتها الفرصة الحقيقية في مسرحية تكسب يا خيشة مع أحمد بدير، وبعدها التقطها الفنان سمير غانم ونجح في أن يجعلها نجمة لامعة وفجر مواهبها الفنية وقدمها للأضواء. هنا مع محمد منير، لقطة نادرة مع رجاء الجداوي. محمد منير. ومن بين المواقف التي لا تنساها جيهان نصر عندما فوجئت بأحد المعجبين يسجل لها رسالة على جهاز الرد الآلي يعبر فيها عن إعجابه بها ويطلبها للزواج ويرسل لها باقات ورد، ولكنها لم تهتم فأرسل لها رسالة أخرى يخبرها فيها بنيته في الزواج منها أو قتلها والتمثيل بجثتها، فسارعت بإبلاغ الشرطة، وعندما ألقوا القبض عليه وجدوه شابا في الثانوية العامة فقررت العفو عنه. في مجموعة صور نادرة احتفلت الفنانة المصرية جيهان نصر بعيد ميلادها ببيروت عقب انتهائها من عرض مسرحية المحظوظ على مسرح سينما ساولة، وكان ذلك عام 1990، وقد شارك وفد من الفنانين المصريين الموجودين معها، ووالد جيهان نصر وشقيقها وشقيقتها، وكان هذا هو أول ظهور لهما معا. كما شارك الفنان السوري جورج وسوف وبعض الفنانين اللبنانيين، وظهرت السعادة على وجوههم في الاحتفال. الفنانة المعتزلة شاركت الفنان المصري محمود الجندي الرقص على نغمات أغاني الفنان الكبير سمير غانم والمنتصر بالله وسط تشجيع كبير من الحاضرين. هنشوف الصور دلوقتي، طلعوا بقى انتوا منها شقيقتها فين. هنا مع محمود الجندي طبعا، هنا المطرب
جورج وسوف، سمير غانم، فنان القدير، محمود الجندي. صور نادرة كانت كلها تملأهم الفرحة والسعادة، وهي كانت متألقة كعادتها، ده المنتصر بالله، ربنا يشفيه، مع سمير غانم، محمود الجندي الله يرحمه. صور جميلة فكرنا بزمن الفن الجميل. تزوجت شيهان نصر من رجل الأعمال السعودي سعود الشربطلي، وكان شرط الزواج هو اعتزالها الفن، هنا مع زوجها سعود الشربطلي. زواج شيهان نصر من الملياردير سعود الشربطلي كان حديث الجميع وقتها، خاصة أن شيهان تركت النجومية والأضواء بعد نجاحها اللافت في الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون ومن الذي لا يحب فاطمة، وبعد اعتزالها بناء على اشتراط زوجها خصص لها طائرته الخاصة لتستخدمها في سفرياتها وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية. وتسابقت الصحف وقتها في رصد المبالغ التي دفعت لجيهان نصر ما بين هدايا ومهر ومؤخر وفساتين ومجوهرات وفيلا في القاهرة وقصر في لندن وإيجار طائرات خاصة، وتراوح المبلغ ما بين 14 ل 18 مليون دولار، وحصلت على مهر قيمته 5 ملايين جنيه وفيلا في القاهرة قدر ثمنها وقت الزواج بأكثر من مليوني دولار، وخاتم خطوبة من الماس الحر ثمنه 200 ألف دولار، أما المؤخر فقيمته 1.5 مليون دولار، فضلا عن مجوهرات بمليون دولار وسيارات بمليون دولار وقصر في لندن، ولوالديها وكل واحد من أشقائها 1 مليون جنيه مصري بحسب التقارير الواردة في هذا الشأن في الصحف والمجلات المذكورة. وتعرفت جيهان نصر على زوجها بعد دور البطولة في مسرحية المحظوظة التي قدمت في بيروت وتزوجها. ورفضت جيهان نصر العديد من العروض، آخرها حين طلبت منها شبكة راديو تلفزيون العرب تقديم برنامج رمضاني على أن تتقاضى 10 آلاف جنيه للحلقة، واعتذرت لكل المنتجين والشبكات مؤكدة على نيتها على عدم العودة لعالم التمثيل رغم قبول معظم المنتجين ارتدائها الحجاب أثناء التمثيل. وقيل أن جوهان أحبت الشربطلي كثيرا، ومن أجل تكوين أسرة تخلت عن أحلامها، وقالت إنها سعيدة جدا رغم أنها الزوجة الثانية. ورزقت شيهان بأربع أبناء هم سماهر وسيف والتوأم سارة وسلطان. وتعيش جيهان نصر ما بين كندا ولندن والقاهرة وجدة، لكن إقامتها الدائمة بلندن. هي الفنانة المحبوبة جيهان نصر. من ناحية أخرى، تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة جيهان نصر، تعد هذه الصورة هي الأولى لجيهان نصر بعد غياب دام 18 سنة. جيهان اشتهرت في التسعينيات بالوجه الملائكي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية أهمها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون ومن الذي لا يحب فاطمة. دي الصور اللي هي كانت بعد غياب 18 سنة، طبعا أحدث الصورة اللي شفناها في أول الفيديو مع هبة مجدي. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم.